خلونا بقى قبل ما نبدأ فقراتنا نروح معاكم سريعا وكالعادة نتعرف على حالة الجو مع الأستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. وصباح الورد عليك يا فندم. صباح الخير عليك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وعايزين نطمن على أهم الملاحظات على الحالة الجوية النهاردة. يعني هو طبعا يمكن لاحظنا كلنا الصبح أن كان في مناطق عديدة من القاهرة بدأ سقوط الأمطار الخفيفة عليها زي مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد ويمكن برضو مناطق من الجيزة، لكن الأمطار ما زالت فعلا غزيرة على كل المدن الساحلية خاصة على محافظة مطروح والإسكندرية، وهذا ما نتوقع استمراره اليوم. اليوم انخفاض في درجات الحرارة درجة أخرى مقارنة بالأمس، ليبقى طقس اليوم خريفي مائل للبرودة خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطحي البحر الأحمر والبحر المتوسط. يمكن زي ما البيان بيقول بتاع الأرصاد الجوية إن هذه الحالة هتستمر على الأقل معانا لغاية يوم الأربع اللي جاي، بل ممكن يحدث انخفاض آخر في درجات الحرارة. لذلك نصيحتي لكل السادة المواطنين بتتقيل الملابس خاصة أبنائنا، ويمكن خلال الساعات الأولى من الصباح وهم رايحين مدارسهم تتقيل الملابس بقدر الإمكان، ولكل السادة اللي طبيعة عملهم بتتطلب تواجدهم خارج منازلهم ليلا أيضا ارتداء الملابس الثقيلة والابتعاد عن الأنشطة البحرية. تمام. طب أستاذ وحيد، كان في بعض التصريحات للدكتور أحمد عبد العال على بعض مواقع التواصل الاجتماعي إن درجة الحرارة الأسبوع اللي هو اللي احنا فيه ده هتبقى درجة الحرارة واحد، إيه مدى صحة الكلام ده؟ لا، هو يمكن المقصود بها درجة الحرارة الصغرى حضرتك، بس هو بعض وسائل الإعلام يعني حصل نوع من اللبس فيها، يمكن عشان كمان شافوا الجو برد فحبوا يأفوروا في الموضوع شوية يعني. لا، هو حضرتك فعلا في بعض المحافظات زي وسط سيناء عند سانت كاترين درجة الحرارة الصغرى كمان بتبقى أقل من الصفر فعلا. لذلك إن احنا دايما بنقول إن هذه المناطق عرضة لتكون الصقيع فيها. الصقيع يعني درجة الحرارة الصغرى أقل من 5 درجات. وبالمثل برضو ممكن يحصل الكلام ده في محافظات شمال الصعيد، فطبعا هو بس الناس افتكرت ان دي درجة الحرارة العظمى. طيب أستاذ وحيد، عايزين برضو نطمن على درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات. هو النهاردة تقريبا سواحلنا الشمالية زي القاهرة والوجه البحري وحتى شمال الصعيد من 16 إلى 17 درجة، أما محافظات جنوب الصعيد أكثر ارتفاعا عند الأقصر وأسوان من 21 ل 22 درجة، بالمثل جنوب سيناء عند شرم الشيخ الغردقة نويبع العين السخنة من 22 إلى 23 درجة مئوية. بنشكرك أستاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا ليك وصباح الورد على حضرتك.